ايدك على البازر مش هتستنى عليكي منا. معلومات عامة والسؤال هو: من هي أول امرأة مصرية تحصل على الشهادة الابتدائية عام 1900 من مدرسة الثانية بالسيدة زينب؟ سهير القلماوي. سهير القلماوي 1900؟ ما خدتش بالي من التاريخ. أنا أتساكد. سهير القلماوي إجابة خاطئة. إجابتك ملك حفني ناصف. باحثة البادية قصدك. ملك حفني ناصف، تخمينة قوية دي منا. إجابة صحيحة. برافو عليك يا منا، برافو يا منا. 10 نقط كان النتيجة 70 بني سويف، 10 جامعة الدلتا.